ونروح من كرة السلة لرجالتنا اللي مشرفينا لكرة اليد في مقدونيا، واللي عندهم مواجهة قوية جدا أمام أيسلندا في السادسة ونص مساء اليوم الخميس في دور ربع النهائي كأس العالم المقام في مقدونيا. تضم طبعا برنامج المنتخب اليوم تناول الإفطار قبل خوض مران خفيف في 10 صباحا، جاء بعده محاضرة فيديو في 12:30 ظهرا. تأهل منتخبنا طبعا لكرة اليد إلى ربع النهائي بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30-23، مباراة كانت ولا أروع لقدام حضراتكم بالأمس. بيثبت شبابنا في كل مباراة لأخرى إن هم يقدروا يدونا طموح جديد ويدونا أمل جديد في إن احنا نروح لأبعد نقطة، وإن شاء الله قادرين رجالنا وقادرين رجالنا من شباب منتخب كرة اليد نوصلوا بهذا النقطة. طبعا قائمة بتضم كل من اللاعبين عبد الرحمن حميد في حراسة المرمى اللي خد يمكن أحسن لاعب بالأمس، وأيضا مؤمن حسام، مازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، مهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، محمد سمير، ويوسف علاء الدين، يوسف أحمد، حسن وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف. خلينا دايما كده معاكم ونروح ونبقى في قلب الحدث لحظة بلحظة. هنروح لمقدونيا، رئيس بعثة منتخبنا الوطني وعضو مجلس الإدارة الكابتن عبد الوهاب أكيد بيبقى عنده سعادة لما تبقى الدنيا ماشية كويس جدا كرئيس بعثة وفي حظوظ وفي توفيق. كل التوفيق ليه إن شاء الله، وش السعد على البعثة. أكيد كابتن عبدو أهلا بيك معانا، وطمنا آخر الكواليس الخاصة بمنتخبنا قبل اللقاء الهام النهاردة مع أيسلندا. أهلا بيك يا فتح الله، وحياتي لكل مصر، إن شاء الله نعمل حاجة كويسة النهاردة ان شاء الله. الفرقه الصبح قامت الفرقه الصبح الساعه 9 فطرت، وبعدين راحوا التمرين خارج لمده ساعه حوالي الساعه 11 تمام، ورجعوا ريحوا شويه. الغدا كان الساعه 2 الغدا اتقدم، الكابتن مجدي دلوقتي اعطوهم راحه لغايه الساعه 4، هيعمل لهم محاضره قبل المباراه. ان شاء الله 4:30 هتحرك من الفندق على الملعب. طبعا انا شايف الروح المعنويه مرتفعه جدا، في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللعيبه، كلهم بيتمنوا النهارده ان شاء الله يفوز المباراه عشان نخش المربع الذهبي، نخش دور اربعه، وتبقى ان شاء الله يبقى انجاز جديد، ومن المربع ان شاء الله نلعب على الاول والثاني. بس لعد ماتش النهارده، الماتش النهارده يعتبر اهم مباراه في البطوله، الماتش ده هيدخلنا الدور قبل النهائي. ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا، ثقه في الجهاز الفني، ثقة في الجهاز الإداري إن شاء الله بإذن الله يوم. اللعيبة كده شفت إيه في عينيها؟ أكيد عيني اللاعبين لما بتشوفهم وبتتابعهم بيتكلم كلام. عندهم تصميم والله يا الحمد لله، والله عندهم تصميم كبير، عندهم تصميم كبير جدا. النهارده عندهم تصميم إن هم عارفين أهمية الماتش. وأكيد الرسالة واصلة لهم يا كابتن عبده في ظل المتابعة المباشرة على شاشتكم تايم سبورت اللينك، كمان عاملة لكم هنا وجبة دسمة، هتعمل لكم استوديو تحليل إن شاء الله في الخامسة ونصف قبل انطلاق المباراة وبعد المباراة بالتأكيد، والفوز إن شاء الله مع زميل عزيز كريم رمزي بحضور النجوم الكبار كابتن طارق محروس وكابتن أحمد العطار، وهيبقى في متابعة لكل المصريين ليكوا في هنا كتيبة، وكل المصريين وراكوا كتيبة إعلامية بتحاول تدعمكم في تايم سبورتس، وكمان كل المصريين من خلال متابعتهم ليكم بيدعوا لكم، بتمنى لكم تفوق والتوفيق وطموحاتهم زايدة معاكم جدا لأبعد نقطة، وإن شاء الله يكون هي النهائي إن شاء الله. يا رب يا رب. اكيد في حراك كبير في البلد، في حراك، في اهتمام كبير على اعلى مستوى من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، المهندس اشرف صبحي رئيس اتحاد مجلس الاداره، الصحفيين، الاعلام، كل الناس مهتمه كاعلاميا وسوشيال ميديا، كل فعلا بيتكلم عن المنتخب بشكل ايجابي جدا. اللعيبه حاسه، اللعيبه حاسه بالاهتمام الكبير ده، واكيد ان شاء الله النهارده هيكونوا افضل لكم، وباذن الله باذن الله بعون الله نكسب المباراه النهارده ونعدي الدور الاربعه باذن الله. كابتن عبده، يمكن نقطه فنيه شويه، وانا عارف اكيد طبعا كعضو مجلس اداره عندك الجوانب الفنيه، عايز اسالك كابتن مجدي ابو المجد اتكلم معاه ازاي مع اللاعبين. شفنا في مباراه المجر ومباراه سلوفينيا الشوط الثاني بعد ما راجعين الشوط الاول شويه الثقه شويه الاداء بيقل، الحافز بيقل في الشوط الثاني، بيبقى المعامل النفسي عند الفريق الاخر هي الاعلى وبيسجل اعلى في الشوط الثاني في بداياته. تداركنا ده شويه في الشوط الثاني بالامس، لكن النتيجه لو حسبناها بس بالمستوى الفني الشوط الثاني يمكن هم متقدمين فرق بونط. فتح الله
حضرتك قبل ما اكون عضو وزاره انا مدرب قومي. انا صحيح، ما ده عشان كده بس حضرتك فنيا كقيمه وقامه. انا جايب وانا مدرب رابع عالم. انا وانا مدرب جايب رابع عالم، فاتمنى ان شاء الله وانا عضو وزاره نهائي العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا حصل امبارح يعني شوط البدايه شوط تاني حصل دروب قليل كده لمده 10 دقائق. صحيح. هو كابتن مجدي يا ابو المجد وكابتن حسين زكي وكابتن روبي، الكابتن مجدي بيحاول يوزع حمل المباراه على كل اللعيبه عشان اللعيبه تقدر تكمل الماتش للاخر. مفيش في الدنيا دلوقتي الكورتيز الحديثه مفيش وقتها بسبع لعيبه بس او ثمان لعيبه بس، لا الست شهور اللي معاك لازم تعمل روتيشن ليهم وتدوير ليهم عشان يبقى عندك اللعيبه كلها واقفه على رجلها. تمام. لازم ادي كل واحد فرصه وادي كل واحد وقت مباراه عشان ادي عشان حتى لو عندي نجم يقدر يكمل. مفيش نجم في كره اليد بيلعب 60 دقيقه دلوقتي. صحيح. لازم المباراه تبقى على كل اللعيبه، كل واحد ياخد وقت، كل واحد يتحمل مسؤوليه، وده اللي عمله كابتن مجدي امبارح. احنا عندنا لعيبه نجوم كبيره جدا في الفرقه. فكابتن مجدي بيحاول يريح ده شويه وده شويه وده شويه ويزود وينجل اللعيبه الثانيه، لكن الحمد لله معانا 16 راجل وباذن الله اللعيبه دي هتشوفوها النهارده باذن الله. ما نقلقش من الحته دي تحديدا، يعني الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي ما نقلقش منها ان شاء الله. احنا لا 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 لا، وهو كابتن مجدي اللي اتكلمت معاه في الموضوع ده، هو عارف. لما بيعمل شويه تغييرات معينه المستوى ده شويه، بس لازم يعمل كده علشان يقدر يكمل الماتش او يكمل الماتش بالباقي. ما ينفعش يقدر يخلي التشكيل ثابت على طول، ما تقلقوش، عملنا كبير كده ان شاء الله. عندنا احنا طموحاتنا معاك واصله لابعد نقطه، عشان كده بكلمك اللي انا بقول لك ان كل المصريين هنا حتى الناس اللي بتقابلنا دلوقتي خلاص مباراه امتى على الشاشه تايم سبورت عايزين يعرفوا ايه عن التغطيه الخاصه بهذه البطوله. انت في وجهه نظرك اكيد كمدير فني سابق وفنيا لك وجهه النظر خاصه بايسلندا، احنا على الورق ايه وضعيتنا بغض النظر عن اداء في الملعب لازم يكون رجيله، واي لعبه ما بتعترفش غير لما بالاداء في الملعب. الشكل على الورق عامل ايه امام ايسلندا؟ فرقه ايسلندا فرقه كويسه جدا على مستوى عالي، عندها جناح شمال كويس جدا، عندها باك شمال كويس جدا، عندها هاف كويس، عندها دايره كويس، يعني فرقه متكامله، فرقه كويسه. الماتش النهارده مش ماتش سهل، الماتش بمنتهى الصعوبه وبمنتهى القوه. لازم كابتن مجد النهارده اكيد هيلعب على المفاتيح اللي هي مفاتيح القوه اللي عندهم، هو الجناح الشمال والباك الشمال والدايره. هو كابتن مجد امبارح بعد ما خلصت الماتش على طول ركب مواصله وراح يتفرج عليهم على الملعب، وجاب الشباب بتاعتهم، عمل تحليل للفرقه، ورى للعيبه في المحاضره بتاعت امبارح كل نقط القوه والضعف عند فريق ايسلندا. ان شاء الله احنا باذن الله لعبتنا النهارده اداء جديد باذن الله لعبوا الماتش ده وصلوا بالاربعه. ان شاء الله هنبارك وان شاء الله هنحتفل وهنروح معاكم باماننا وطموحات كل المصريين الى المباراه النهائيه، وهيكون اجمل عرس واجمل هديه لكل الشعب المصري هترسبوا الابتسامه على وجوههم بالفوز ده ان شاء الله. شكرا ليك كابتن عبده. يا رب يا رب يا رب. خليني اكد تاني، احنا كنا طموحنا في هذه البطوله ابعد نقطه، رجالتنا قادرين ادونا كل مباراه من الاخرى بدون طموح وبدون امل في ان هو في فريق قادر يعني يوصل للمباراه النهائيه وتحقيق ميداليه، وان شاء الله تكون هي البطوله كمان مش بس ميداليه بشكل مركز ثاني او ثالث، لا ان شاء الله هيكون مركز اول لمنتخبنا. قادر شبابنا قادرين عندهم عزيمه، يمكن كلمناهم مع حضراتكم ومتابعين مع حضراتكم على شاشتكم تايم سبورتس، دايما بنجيب لكم من قلب الحدث ونكلمهم. بالامس كان عندهم روح كبيره جدا، عندهم عزم كبير جدا، عندهم دفعه معنويه يمكن بعد التكريم من السيد الرئيس لمنتخب الشباب لا يضاهيها شيء، هم كمان حابين يعملوا انجاز جديد مش بس برونزيه، عايزين يوصلوا لنقطه النهايه والمباراه النهائيه عشان يقدروا يرجعوا يقولوا احنا كمان ابطال ونتكرر امام الشعب المصري كله واللي متابعهم وبيدعي لهم، وان شاء الله يكونوا موفقين النهارده.